يا صباح النصر السعودي المونديالي اللي شرفنا واللي فرح العالم العربي بالكامل، اللي ليه في الكوره واللي ملوش فيها، كل الدنيا كل العالم العربي بالمعنى الحرفي. امبارح كان في حاله احتفال ضخمه حقيقي، يعني وفي سعاده غامره تتسق تماما مع فكره ان كانت في مفاجاه مدويه حقيقي ما كانتش متوقعه. والحقيقه كلنا استمتعنا بالمباراه، وكلام كتير قوي هنتكلم مع حضراتكم فيه عن هذا اللقاء من خلال حلقتنا النهارده. صباح الخيرات واهلا بيكم في 10 الصبح في الاهلي، وصباح الفل عليك. صباح الفل والنصر فعلا زي طبعاً. ما انت قلت كده بجد امبارح والله العظيم الواحد كان فرحان من قلبه فعلا. احنا كنا مع حضراتكم يعني قبل المباراه بحاجات او ساعات قليله جدا، وكنا بنقول يا رب نشوف كوره حلوه سعوديه. احنا شفنا كوره حلوه سعوديه وشفنا سكور حلو سعودي، حاجه بجد مشرفه، مش هقول أكتر من كده. مبروك لينا كلنا، مبروك للعرب كلهم، بداية أكثر من موفقة للمنتخب السعودي. نتمنى إن شاء الله بس دي ما تبقاش ضربة بداية وخلاص على كده، أنت عارف إيه ممكن حد ياخد اللقطة ولا نتمنى إن ده يتكمل كمان في يعني الماتشات اللي جاية والفترات اللي جاية. إحنا عايزين نفرح فعلا لأن حقنا نفرح. أنت عندك طبعا منتخب، واتكلمنا عن ده إمبارح، إحنا عندنا كان منتخب قوي جدا، منتخب سعودي فيه لعيبة يعني فعلا كويسة جدا، طبعا باستثناء اللي حصل إمبارح طبعا في إصابتين وهنتكلم في كل التفاصيل دي. لكن امبارح شفنا مشهد اكثر من محترم، شفنا الفرحه قبل كمان المباراه، الناس كانت عندها شويه يعني تخوف، لكن بعد المباراه بقى شوف الفرق او النقيض. انا عجبني بقى لقطه على فكره، اللقطه بقى اللي هي كان في فيديوهات طبعا بتتعمل تغطيه شامله خطوه بخطوه ولحظه بلحظه طبعا في المونديال. جم عملوا كده زي اراء الناس في الشارع وتوقعاتهم قبل المباراه، اوكي، السعوديه والارجنتين، سالوا جماهير السعوديه والعربيه وسالوا جماهير الارجنتين، كله كان جامع ان ايه؟ طبعا احنا يعني اكيد الارجنتين اللي هتكسب، واكيد هتبقى يعني في فارق كبير جدا في اللعبه على ارض الملعب. لكن اللي حصل العكس، وكان في برضو لقاء الفيديو ده عمل فيور شيب عالي قوي يا كريم. البنت اللي هي كانت من الارجنتين كانت مع خطيبها او جوزها يعني وات ايفر، وكانوا بيسالها المذيع بيسالها، فقامت قالت له يعني احنا على فكره احنا هنخلص المباراه اكيد في الدقائق الاولى، الموضوع محسوب، ده احنا كده بنلعب وخلاص. الناس كلها بعد المباراه شيرت الفيديو ده تحديدا للبنت دي وقال لك صحيح، وكل واحد بقى بيكتب التعليق بتاعه. فيعني قلنا الكلام ده وهنفضل نقوله، كره القدم ما فيهاش اي توقعات وملهاش كبير على فكره. هتقعد تقول زي ما احنا برضو اتكلمنا قلنا توقعات مين اللي هيتاهل، توقعات مين اللي هيفوز بالمونديال، اديك بتشوف برضو مباريات غريبه جدا ولعب غريب جدا على الارض غير متوقع. مبروك مره تانية منتخب السعودي، وعندنا اكيد كلام كتير جدا على مدار الحلقه هنقوله. صحيح.